بتابع لحظه بلحظه من النهارده الصبح اخبار فرقتنا في المغرب، وتواصلت مع زملاء عشان اطمن دايما لانه في بعض الاخبار المرتبطه بغيابات او اصابات. لكن على كل الاحوال خلينا نروح للرباط مباشره على الهواء. هيكون معانا زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي هناك، يطمننا على اخر استعدادات النادي الاهلي. النهارده كان في تمرينه صباحيه وكان في مؤتمر صحفي، هنتكلم في تفاصيله على مدار الحلقه، بس نطمن الاول من كريم على اللمسات الاخيره قبل مواجهة القرن، يعني كما سميت أو كما أطلق عليها، بين الأهلي والريال بكرة إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أرحب بكريم الأول وأقول له مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز أحمد سمير، برحب بيك في البداية وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي العظيم. إحساسي الشخصي يا كريم قبل ما أدخل في التفاصيل إنه يمكن تكون أقل الأجواء توتراً أو ضغطاً تعرض ليها الأهلي في مشواره، يعني يمكن قبل مواجهة أوكلاند أو قبل مواجهة سياتل ساوندرز كانت الضغوط يمكن تكون اكبر شويه من مواجهه الريال. مباراه بكره الجمهور هنا في القاهره شايفها مباراه للمتعه ومباراه للشهره، تنقل لي الصوره عندك في المغرب عامله ازاي؟ يعني بضم صوت لصوتك بالتاكيد، يعني المباراتين طبعا الماضيتين كان فيهم ضغوطات كبيره جدا عشان توصل لهذه المرحله الحقيقه، لكن المجهود الكبير من الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر بياكد على كلامك يا احمد طبعا ان هو لابد يكون في رفع الضغوطات بشكل كبير، متع نفسك في هذه المباراه، ويمكن ده اللي يمكن بان النهارده في تدريب النهارده وتدريب الامس. الحقيقه من الواضح ان مستر كولر عارف بعض النقاط المهمه جدا، ان هو اشتغل الجانب النفسي بشكل كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، بيرفع الروح المعنويه في التدريبات بالتحفيز وبالكلام البسيط وبمشاركته الحقيقه في بعض التدريبات، مردودها الحقيقه بيكون كبير ومميز جدا على فريق النادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي، فيمكن دي نقطه مهمه جدا. هي مباراه المتعه، حلم كبير لاي لعيب في النادي الاهلي يرتدي قميص النادي الاهلي ويشارك في هذه المباراه على دكه البدلاء في ال11 في القايمه، حلم كبير جدا ان انت تواجه نادي القرن الاوروبي ونادي القرن الافريقي في مواجهه العالم كله هينتظر هذه المباراه. الصحف المغربيه الحقيقه هنا وكل وسائل الاعلام النهارده كان فيه اهتمام كبير جدا، يمكن بعض اللقطات وبعض الصور هبان طبعا خلال شاشه قناه النادي الاهلي، مش هقدر اعد لك عدد الكاميرات لان الحقيقه عدد كبير جدا 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 يدل على قيمه النادي الاهلي الكبيره بتاريخه الكبير، وايضا كمان اكيد على الجانب الاخر فريق ريال مدريد اللي لسه هيكون تدريبه في السادسه مساء بتوقيت المغرب، ايضا هيكون فيه اهتمام كبير جدا. لكن الحقيقه اللي لمسناه النهارده الجانب يمكن اعلامي والصحف والاخبار والمواقع بتتناول قيمه النادي الاهلي الحقيقه العظيمه والتصريحات الكبيره جدا اللي بتحسسنا بالفخر والاعتزاز الكبيره جدا سواء فالفيردي او كارلو انجيلوتي. الواحد لما بيسمع زميلي احمد هذه التصريحات على تعظيم النادي الاهلي بقيمته الكبيره ويمكن بعض كمان الكلمات، يعني انا مش هنتكلم بشكل كامل على التصريحات، لكن يمكن التصريح الملفت جدا فالفيردي قال يمكن جمهور النادي الاهلي بيبقى زعلان جدا لما حد يقول ان هو مش هيكسب المباراه القادمه او مش هيكسب ريال مدريد. دي الحقيقه بتوصل للعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي في فصل طبعا بالتاكيد وفي تركيز، لكن في هذه الحاله لابد ان انت تقرا التصريحات، لابد ان انت تكون متاني بشكل كبير جدا، لابد يكون عندك وعيها في هذه المباراه. عشان كده الحقيقه مستر كولر النهارده كالعاده كان في غلق ليله تدريبات اخر انتهاء ال 15 دقيقة الأولى المتاحة لكل وسائل الإعلام. الراجل بقى النهارده اشتغل على التشكيل، التشكيل النهارده كان واضح ليل طبعا لكل طبعا بعثة النادي الأهلي، لكن أنت عارف هنتكتم على هذا الأمر بشكل كبير، لكن من الواضح في قراءة مميزة جدا تحضيرات الحقيقة من ياسين المكاري محلل الأداء مع الجهاز الفني بالكامل، واضح إن في رؤية كبيرة جدا ومهمة جدا من خلال التكتيك اللي نفذ النهارده في التدريبات. فيا رب مشيئة الله النهارده لعيبة النادي الأهلي يكون عندها استيعاب كبير جدا من هذه المرحلة، الضغوطات اللي بيقوم بيها الجهاز الفني وأيضا كمان اللاعبين الكبار أمر مهم جدا جدا، لان خلاص اقدر اقول لك انتهت كل التحضيرات الفنيه، الجانب النفسي دلوقتي مهم جدا، الجانب المعنوي، الجانب التحفيزي، والامر المهم والكبير جدا الحقيقه ان احنا بنعمل من ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله نشوف الكابتن محمود الخطيب غدا على حافله اتوبيس للنادي الاهلي بيحيي اللعيبه وبيسلم عليهم وبيحفزهم كالعاده، لان خليني كمان بالمناسبه دي جداً اطمن جداً في أي مباراة جماهير النادي الاهلي، ولكن في هذه المباراه يكون امر مهم جدا على كابتن محمود الخطيب، تطمنا على صحته، تطمنا على حالته، يعني مهم جدا طبعا وجود كابتن محمود الخطيب، وانا عارف قد ايه واحد بيمثل رمز كبير جدا لكل اهلاويه، وبالتاكيد هو رمز كبير جدا لكل النجوم اللي بتشارك في البطوله. اطمن منك على حالته واطمن جماهير النادي الاهلي عليه. يعني اطمنك زميلي احمد، اطمن كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه على حاله القيمه الكبيره جدا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. يعني اكدنا وقلنا الحقيقه تقلبات الجو كانت شديده وصعبه جدا من تطوان لطنجة الى الرباط، والمجهود الكبير اللي بيبذل يمكن الكابتن محمود الخطيب على طول في اللوبي على طول في التدريبات بيتابع بشكل كبير، لكن الحقيقه صعوبه الجو يمكن بعض اللعيبه كمان حست بيه بعض طبعا البرد الخفيف جدا يمكن على راسهم طبعا قفشه زي ما ذكرنا، لكن الحقيقه بطمن كل جمهور النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بصحه طيبه جدا، هو ان شاء الله
باذن الله النهارده يكون يعني متواجد ان شاء الله معانا وغدا بمشيئه الله. عشان كده بقول لك بنامل ان شاء الله باذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في التنقل من فندق الاقامه الى ملعب مولاي عبد الله ليستقبل مباراه الاهلي وريال مدريد. اهتمام كبير جدا الحقيقه من اشقائنا المغاربه هنا بحاله الكابتن محمود الخطيب، وفد طبي يمكن الكل معاه، الكل بيحاول ان هو يطمن عليه. عشان كده بنطمن كل جمهورنا ان شاء الله باذن الله القيمه الكبيره الكابتن محمود الخطيب باسلوبه وحديثه ورسائله ومعنوياته الكبيره جدا اللي بيوصلها للاعبي النادي الاهلي وبكلامه الكبير جدا على قيمه النادي الاهلي يكون متواجد بكره بمشيئه الله. ولا كل حدث حديث في 90 دقيقه هتكون صعبه جدا، لكن الثقه موجوده، الحذر موجود، الاحترام موجود جدا، لكن الخوف مرفوض. ده الامر المهم جدا اللي واصل للاعبي النادي الاهلي، وده اللي بيحاول يوصله كل الجهاز الفني. احترم المنافس بشكل قوي جدا، لكن الخوف هي 90 دقيقه. انت بتلعب بفرقه كبيره جدا، توفيق ربنا لو معانا، لعيبتنا لو في المود، لو دخلت في يومها امر هيكون مهم جدا، لان احنا شفنا الحقيقه النادي الاهلي في المحافل العالميه بيظهر بشكل اكثر من رائع، وعلى المستوى الفردي كمان ايضا عندنا اكثر من لاعب بيظهر بشكل اكثر من رائع في المباريات الكبيره. مستر كولر ايضا كمان مدينا الاحساس انه لا يخشى اي مباراه كبيره. تصريحاته النهارده كان فيها هدوء، كان فيها قوه، كان فيها حذر، كان فيها احترام كبير جدا. وزي ما بقول لك زميلي احمد، اما بتسمع تصريحات فالفيردي وانجيلوتي بتشعر بالفخر الكبير، وبتعرف قد ايه قيمه هذه المباراه وقد ايه قيمه هذا الحدث. فمشيئه الله يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي النهارده في المحاضره الفنيه يكون الاخيره طبعا في فندق الاقامه هنا يكون مستر كولر بياكد على بعض النقاط المهمه جدا، لان يا رب ان شاء الله باذن الله بكره ثقتنا كبيره في اشقائنا المغاربه اللي هيكونوا متواجدين في ملعب مولاي عبد الله. الكل بيحفز، الكل متواجد معانا امام فندق الاقامه. الحقيقه ما بنرجع من التدريبات بنشوف الروح الكبيره جدا والتحفيز الكبير والتحيه الكبيره من اشقائنا المغاربه، دورهم كبير ودورهم مهم جدا، لان النادي الاهلي في هذه المرحله بيمثل طبعا الجانب المغربي والجانب الافريقي والجانب العربي بالكامل. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح، بمشيئه الله ان شاء الله نستطيع بفضل ربنا سبحانه وتعالى نقدر ان شاء الله باذن الله. عايز اكد لك كمان القندوسي متواجد لسه، كنت ان شاء الله باذن الله هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. بالظبط بالظبط زميلي احمد، يعني انت عارف طبعا هو محفل كبير جدا جدا جدا، ولابد ان هو يكون متواجد عشان يشوف الحلم الكبير اللي فيه النادي الاهلي. يعني هو هيكون هيصل او هيكون متواجد في 24 ساعه، هيشارك وهيكون متواجد وهيشوف الاحداث. النهارده ان شاء الله الساعه 10 مساء بتوقيت المغرب هيصل احمد القندوسي هنا الى مطار طبعا الرباط ليكون متواجد طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا زميلي احمد، فيا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهورنا، دعوات اشقائنا المغاربه، المسانده مهمه جدا والدعم مهم جدا، والاهم من لاعبي النادي الاهلي ان نكون في يومنا، ويا رب ان شاء الله نكون في يومنا غدا بمشيئه الله. احنا استفدنا وكسبنا كتير من المباراه حتى من قبل ما تبدا. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد من الرباط طبعا قبل مواجهه الاهلي بكره ان شاء الله.